أمنية تدخلون مجلس النواب لو أيضا راح تعتزون بعد ما؟ لا إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات، مجالس المحافظات هي مرفوضة عندنا. مجالس المحافظات قدمنا لأجلها دماء عديدة. نعم. بس يقول لك موجودة زكية. بالدستور، إذا موجودة بالدستور شلون أنت قدمت دماء؟ ليست موجودة بالدستور، موجودة بكلمة مجالس محافظات. مجالس المحافظات يمكن الاستغناء عنها بأن يكون هناك محافظ ونائبين فقط، ماكو داعي خلي 30 و40. شلون هل هناك نص؟ نعم نص دستوري موجود. لا عدد عدد العدد موجود. لا العدد ما موجود يا انا قايلها. تنظيم مجالس المحافظات بقانون وشرع قانون مجالس المحافظات بس ما بي اعداد. هذا الكلام وهاي الحلقه ليش احنا اسسناها؟ من اجل ايضاح للراي العام. نعم. عمليات الابتزاز وعمليات الاتفاق وعمليات ما يجري تحت الطاوله كله باساس انتخاب محافظ داخل اعضاء مجلس المحافظه وانتخاب اعضاء مجلس المحافظه. والعراقيين ماكو داعي لهذه حاله الاستنزاف من الوقت اولا ومن الاموال ثانيا. يعني اتفق معك. هي حلقه زائده. نعم حلقه زائده، وهذه الحلقه تعيد تمترس الاحزاب التقليديه التي هيمنت على المال وهيمنت على السلاح من اجل مصالحها الشخصيه. وربما القانون ساند ليغو ايضا يتيح لهم انه أكيد. يعني أكيد. انه يكبرون يكثرون اكثر. حركه امتداد حركه امتداد والتيار الصدري رافضين للدخول في مجالس المحافظات. نعم. في انتخابات، وهذا المؤثر الكبير الذي جعل نسبة المشاركة وفق قناعتي وقراءتي المنطقية لا تتعدى 10 إلى 11%. نعم.